في ماتشين نوك اوت اللي هو خروج المغلوب، مصر والسنغال ماتشين، يعني مباراه فيها ماتشين او مباراتين، يعني اللقاء ده مباراتين، وفي نوك اوت تاني اللي هو اللي جاي بقى في كاس الامم الافريقيه خروج المغلوب بس من مباراه واحده، كوت ديفوار. قول لي بقى، شايف اولا مشوار منتخب مصر ازاي، نلعب ازاي كوت ديفوار الماتش اللي جاي؟ انا شايف اللي هو انت تعتمد على الكونتر اتاك او تعتمد على الهجمه المرتده، محمد صلاح وسرعاته ومرموش، لان انت لو فتحت الجيم مع كوت ديفوار هتبقى المشكله، هتبقى صعبه جدا. فانا اعتقد ان انت هتقفل الجيم، وطول ما انت بتاخر ان ما تدخلش فيه الجون مثلا، ان انت الكسبان، لان انت عندك برضو عناصر مميزه وبتقدر تخلص. لكن انت لو هاجمت كوت ديفوار من فوق من البدايه، الامور هتبقى صعبه بالنسبه لك، لان هم عندهم عناصر وعندهم سرعات وعندهم راس حربه مميز جدا. فهي الفكره كلها، وانت مش الاداء بتاعك مش احسن حاجه، يعني انت لسه برضو ما فوقتش. المفروض المباراه اللي جايه يبقى انت دلوقتي خدت على الاجواء، والراجل عارف التشكيل الانسب والطريقه، وبالتالي تحط العناصر اللي هي تخدم المباراه دي. وعشان تخدم المباراه دي يبقى لازم زيزو يبقى موجود في نص الملعب. في دماغك تشكيل طب معين انت شايفه الانسب؟ انا شايف تشكيل شناوي، الونش يبقى كويس يعني ان شاء الله، حجازي، لو فتوح جاهز يبقى فتوح. انا اتمنى الونش وفتوح، بس انا حاسس ان ممكن المدير الفني يفكر اجيب اتنين مره واحده جايين من اصابه يلعبوا. انا يعني انا ده بس، انا طبعا اتمنى يبقوا موجودين، لان هم لو موجودين سوبر، ما هم لو جاهزين، بس انا بتخيل ان حتى لو جاهزين هي الامور صعبه. انا عارف اللي هي لسه راجعين من اصابه ولسه تاخد الوقت عشان تخش في، او على الاقل لا مع بعض الاثنين مصابين او راجعين من اصابه في خط واحد وقدام ايه بقى اقوى، يعني من الفرق اللي اقوى تلت هجومي عندها. هو ايمن اشرف، على اساس ان ايمن برضه ايمن اشرف مش جيم دفاعي بالظبط، دفاعي، واحنا هنميل للحته الدفاعيه. فهنقول مثلا يبقى الونش وحجازي وايمن اشرف وعمر كمال عبد الواحد، نص الملعب هو النني، هو الراجل بيحب المحترفين قوي، وزيزو وعمرو السوليه. لو شلت النني يبقى حمدي فتحي، ثلاثه لقدام محمد صلاح طبعا، مصطفى محمد، عمر مرموش. يعني انا شايف ان التشكيل ده الانسب والواقعي، لان اي حاجه بره التشكيل ده هتبقى من وجهه نظري يبقى انت يعني بعيد شويه او مش عارف قدرات اللعيبه، ممكن ندخل في لخبطه تانية. بالظبط، لان انت يعني هو ده التشكيل الانسب لاربعه ثلاثه ثلاثه. زيزو لازم يبقى في نص الملعب، ملاش حل. لو انت ما حطيتش زيزو الماتش الجاي هتبقى مشكله عندك في نص الملعب، وبتبان في نص الملعب انني ما بيدافعش كويس. عمرو السوليه عنده الحته الهجوميه برده شويه كويسه، فهو بيميل شويه للحته الهجوميه. الثالث اللي في نص الملعب ده بقى عبد الله السعيد، طبعا ما ينفعش عبد الله السعيد اللي لعب 10 ما لعبش 8 ابدا، ما ينفعش. فانت عندك الخيار الوحيد والامثل هو زيزو. فانا شايف ده التشكيل، وعمر مرموش يفوق شويه، هو بيتميز بالسرعه وانا عايز السرعات، يلعب مع الناس، ما يمسكش كرة كتير. فهي دي يعني الحلول الطبيعيه يعني. طب رمضان صبحي انا حاسس ان هو يعني من افضل ياخد افضل اكتر من كده شويه، قوه بدنيه، بيعرف يقف على الكوره شويه. ساعات بتحتاج واحد يغير رتم، ما يبقاش ثلاثه سرعه بس اللي قدام، محتاج واحد كرة شويه يغير رتم. بص يا ابو العلاء، رمضان كان فتره من فترات لعيب كويس جدا، وكان على مستوى عالي، وكان اساس منتخب مصر، وكان بيكسب منتخب مصر. لكن النقله، انا شايف النقله اللي اتنقل فيها البيراميدز دي اللي عطلته شويه. النادي ما بقاش فيه الطموح، يعني هو كان بيقول طموح، هو ما عادش فيه طموح. بس انا حقيقه شايفه السنه دي عامل لحد دلوقتي مش قوي. مش هو ابو العلاء، يعني مش مستوى رمضان لما كان في الاهلي. لكن هو في بيراميدز المستوى قل شويه بنسبه كبيره جدا. هو لعيب كويس، لكن انا شايف النقله دي اثرت عليه بشكل كبير يعني. طب وليد عبد اللطيف معايا، واحد نجوم منتخب مصر وفيرود وكده، عايزك تقيم لي الفراوده اللي موجودين في منتخب مصر، مصطفى محمد، لو مروان حمدي. بص، هو الراجل بيحب تسعه، ساعات بيلعبه، هو بيحب تسعه، تسعه اللي هو في الصندوق،
هو ما بيحبش، هو عنده طرفين كويسين وطرفين سرعة. هو الراجل يعني بيشتغل برقم 9 اللي هو الراجل في 18 اللي هو مصطفى محمد، اللي هو يلعب بدماغه، اللي هو يحجز، ما ياخدش الكرة ويجري، هو بيبقى محطة للناس اللي جاية من تحت. ده فكر الراجل وده الطريقة اللي بيلعب بيها. هو مش عايز فيرود بيجري لقدام، هو عايز فيرود يبقى ظهره للجون ويحجز ويحط للناس اللي جاية من تحت محط محط. فهو الراجل بيحب كده. ومصطفى محمد هو عنده الاثنين، يعني مصطفى محمد ما شاء الله، لان انا دربته بيلعب دماغه كويس، بيحجز كويس، بيشوط كويس، لكن برضو الطريقه او التخديم على مصطفى محمد مش موجوده لسه. في ظل ان 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 الراجل لما بيجي ينزل زيزو بيطلع مصطفى محمد، انا دي اتجننت. قلبت عليها مواجع، انا ببقى قاعد لا يعني لا اتكلم قول. قلبت عليها مواجع والله. يعني انا بنزل زيزو عشان هو الراجل بيمتاز بالكروسات الكويسه، اقوم في الوقت ده اسحب مصطفى محمد اسحبه. طب ازاي؟ يعني في حاجات غريبه جدا الراجل بيعملها. لكن مصطفى محمد من فراوده اللي هي انا شايف اللي هي هتعدي، يعني ربنا يكرمه هيعدي. يعني ربنا ضربته في الناشئين بتقول؟ ضربته كان لا هو مستواه زاد عن كده، بس هو كان في فتره من فترات قبل ما يطلع اعاره طنطا جه بيقول لي يا كابتن انا مش عايز اروح والكلام ده كله. قلت له لا لازم تروح، انت هتلعب معايا هنا في الناشئين. في الناشئين ما كانش عايز يروح، فسبحان الله اقنعته وراح والدنيا مشيت. يعني كانت مفيده دي طبعا. اعاره ولعبه في الدوري الممتاز الاول. لا فرود عالي جدا بصراحه، فرود عالي. طيب متفائل ان شاء الله ماتش كوت ديفوار ومصر؟ بالطبع متفائل، والافضليه لينا متهيالي صح كده، التاريخ والاحصائيات وزي ما قلت لك وكل الارقام لينا. طبعا احنا الكره ما بتعترفش بكده يعني، لكن ان شاء الله واثق اللي هم اللعيبه يادوا بشكل كويس. لكن كوت ديفوار فرقه تقيله، فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده يعني.